لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا. والآن إلى وقفتنا مع الحدث مع زميلنا خالد الألمي. أهلا وسهلا بك خالد. هذه الوقفة مشاهدينا نخصصها للتقرير التي صدرت عن بيع الأسلحة في العالم، الدول التي تبيع والدول التي تشتري من الدول الغربية على الأخص، حيث قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن مبيعات الأسلحة الأمريكية لحكومات أجنبية زادت ب 13% لتبلغ قيمتها 192.3 مليار دولار خلال 12 شهر. عيشة يجتاح أنحاء العالم بشكل متزايد، حيث صار ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والكمالية ظاهرة عالمية تهدد استقرار الكثير من الدول وتثقل كاهل المواطنين وتزيد من معاناتهم. أسباب عديدة تعزز. ألو، أي دكتورة سارة؟ هلا أنتم ما بتعرفوا أي ساعة طلعت؟ والله العظيم غريب، غريب بالفعل غريب. شلون ما بتنتبهوا لها؟ كيف يعني؟ كيف تنترك لحالها؟ طيب ماشي ماشي ماشي، نحكي بعدين. شلون يعني ما خرجتي على الغداء؟ خلص ناكل جاهز؟ اه طيب، مذكرة جلسة بكرة ما فيك تجيبيها معك على البيت مثلا نتغدى هيك غدا طبيعي كعائلة طبيعية، وبعد ما نخلص غدا تحضريها بالبيت؟ اه ما فيكي، يعني لازم تكون بالمكتب، حصرا بالمكتب. لازم تشمي هوا المكتب. ايه عفوا على اقتراحي الغبي. ولك انا صعب؟ انا صعب يا وفاء؟ لك انا كل شيء عم بطلبه منك اني يا عفوا كثير بعتذر، اخرتك. ايه المثل رح نحكي وكثير. باي. تفضلي. استاذ مشي الحال خلصته؟ شو هو؟ الملف صاروا حاكين كذا مرة من الدائرة القانونية مشانه. Thank you.
بيخلص اليوم لبكره. خير استاذ، فيك شيء؟ هلا لا تتدخلي بالمالك فيه، خليكي بشغلك لو سمحتي. اسفه استاذ. هلا. ايه استاذ. انا ما قصدي ضايقك بس انا مضغوط و خلص حقك علي. انا ما بتضايق منك استاذ، بس اذا حابب تحكي شيء انا جاهزه اسمعك وخفف عنك. قصدي يعني انه تفشل لي خلقك. اهلين دكتوره. وفاء هلا بالجلسه والله، يعني واكيد موبايل على الصامت. ليش خير في شيء؟ ليلى صباح الخير، شو الصدفة الحلوة هي؟ شو ما تذكرتيني؟ التقينا من كم يوم وحكينا بال أنا ما التقيت مع حدا. لا التقينا بالعلامة، حكينا عن الحمام وقلنا إنه بحب الأنبوز أكثر من الحنطة، ما تذكرتي؟ ما تذكرت، بس بدك أنبوز؟ شكرا ما بحبه. شو عم تعملي هون؟ ما بعرف، طلعت من البيت داخلي، ما بحب أنا هيك كل يوم كل يوم هذا. روتين. ايه. طيب شو رايك بطعم الحمامات؟ عن جد؟ بتعرف وين؟ طبعا بعرف. يلا. يلا تعالي معي. من هون من هون من هون من هون. معلش لازم رد. الو. ايه ايه مش لحال مش لحال الحمد لله. لا لا اطمن اطمن، بس الله يرضى عليكم مشان ثاني مره تنتبهوا. ايه مع السلامه. وين كنا؟ شو رايك بشي فنجان قهوه غير شكل؟ يلا تجي لهون؟ خلاص رح صير جيبك لهون بشكل دائم. يا ريت، كثير حبيتها، جوها حلو ولطيف. معك حق. كيف اولادك؟ ناح، ما بعرف، انا ما عندي اولاد. بلا كان عندي بنت صغيره يمكن سافر. انت عندك اولاد؟
أنا عندي بنت وحيدة اسمها وفاء. وفاء؟ تشبهها؟ طبعا على قليل، بس هي تشبه أمها كثير. الله يرحمها. تليفون الشغل ما بدي رد. على سيرة الشغل، خلصت الرواية اللي وعدتك أقرأ لك إياها؟ وعدتني تقرأ لي إياها؟ فين بلا؟ خلاص بكرة من الصبح راح أقرأ لك إياها. ليش مو اليوم؟ اليوم عندي شغل كتير. خلاص بكرة. شو القصة؟ ألو؟ أي أيمن، أهلين. أهلين. طمني عمي. لا الحمد لله تمام، طمني تمام. أي الحمد لله. طيب أنت وينك هلا؟ أجي لعندك؟ والله الدكتورة سارة خبرتني. دقيت لها ما رديت، بتكون بالجلسة هلا. أكيد مو لازمك شيء أنت؟ طيب إذا فيك مر المسا عمي، هاني مشتاق لك. طب ماشي يلا، باي. إذا عن أبوها ما نسألي، بتسأل علي أنا. أنا ما بتضايق منك أستاذ، بس إذا حابب تحكي شيء أنا جاهزة أسمعك وخفف عنك. قصدي يعني إنه تفشل لي خلقك. أنا احنا صرنا واصلين. الله يفتح الباب. هاي وصلنا على البيت. وصلنا؟ ايه. اهلا وسهلا. اهلا ست ليلى. اهلا استاذ. ثاني مرة ديروا بالكم يا رنا. حقك علي. يلا فوت. يلا فوت. تأخرت صار لازم أروح. خلص بكرة جاي. بس ما تتأخر؟ لا أبداً ما تتأخر. يلا أنا فوت لحالي. رنا. حاضر. آسفة. ولا ألو أستاذ أحمد. الله يرضى عليك يا كابتن، لو تحط لي كاميرا على باب الجمعية وكاميرا على راسي. وهي لبنة. ما بدي آكل. كلية أنت. إيه باكلها. طيب. هي مسبحة. يا سلام. قلت لك ماني جوعانة. كلية أنت. هيك يا ليلى بدك تضلي عم تعملي فينا هيك؟ وليش عم تحاكيني بنفسنا؟ منو انتي؟ هي الدكتورة سارة تحبك كثير. ومنو انتي كمان؟ انا رنا، نحن رفقاتك هون. تضربي انتي وياها. انتو مالكم رفقاتي. اصلا انا اول مرة بشوفكم. انا بدي اروح على البيت. هالة؟ ليلى هالة راحت مشوار شوي وبترجع. بعدين نحن مو اتفقنا انه بس بدك تروحي تخبرينا؟ هذا اللي كان ناقص. لسه بدي اقول لكم ايمتى رايحه وايمتى جايه. يا ليلى مو هيك بس نحن يعني. يا الله ضيقتولي خلقي، ما بقى فيني، بدي اروح على بيتي. هلا انا وعد انا اللي رح اخذك من البيت، بس مو قبل ما تاكلي الاكلات الطيبه. ما بدي اكل، ما بحبوا هذا الاكل. معك حق، اساسا مين بياكل هيك اكلات دكتوره؟ لهيك انا عملت لك طبخه كثير طيبه. ما بدي اكل. شو هي؟ هاني بابا افتح الباب. حاضر بابا. هاني يا حبيبي شلونك؟ كيفك تمام؟ تعال شوف جبت لك معي اكلات طيبه. يسلمك جدا. تفضل يلا اكل جوع. يا عمي أهلاً أبو هاني، كيفك؟
الله يقويك. شوفت عينك والله. فأنا عم فكر اترك شغلي يعني بشكل جدي. يا دوب بلحق نفخو طبخ. وبتعرف هاني بدي اتفرغ كامل. لك هنوطي صوتك احسن ما يسمعك. خليه يسمع عمي. خليه يسمع احلى حياة عايشة. كل يوم بمحل. يوم عند امي، يوم عند اختي، يوم عندك، شو بده احلى من الحياة؟ عمي اكله ولبسه وحمامه ما عاد فرق معه شيء، ما عاد اهتمت بشيء. وانا عمي ست بيت جيد، مربي جيد. انسالي اني انا مثقف ودارس ولا بلا بلا، بس انا رجل من حقي اني اجي الاقي مرتي ناطرتني، من حقي انه هاي البنت اللي انا اخترتها من بين كل بنات الدنيا تهتم فيني شوي، من حقي انه انا اتمنى اني اتغدى مع عائلتي بالوقت الطبيعي للغدا، مو ضل الساعة 9 عم بطبخ. عمي انا اللي عم بطبخ، انا اللي عم بطبخ. انا والله ما بعرف شو بدي اقول لك. الحق معك 100%، بس بدي اياك تروق وتهدى. معك حق، لازم اهدى. انا ما بصير تيجي وتشوفني قلب خلقتي. كله بيلتقى له حل، كله بيلتقى له حل، بس اترك هالموضوع علي. خلص حل. شو عمي؟ شو اول مره بنحكي بالقصه نحن؟ وفاء شغله اهم من حالها. ايمن، هاني، وينكم؟ بالمطبخ. وين نكون يعني؟ نحن هون بابا. ييه بابا حبيبي، كيفك؟ شغلت لي بالي. شو قصتك اليوم؟ ليش ما عم ترد على موبايلك؟ عادي عمي ما رد عليكي، انت ما رديت علي. حبيبي والله كان بعرف بعرف، كان عندك موكلين، كنت حاطه الموبايل صامت، وكالعاده ما انتبهتي، بعرف. ايمن معلش بلاها بس اليوم، لانه انا كثير تعباني، عن جد تعباني. معك حق حبيبتي، امبارح جيت تعبانه، واليوم جاي تعبانه، بكره رح تيجي تعبانه، وبعد شهر رح تيجي تعبانه، لانه نحن ما عم نتعب بشغل البيت. ايمن اتفقنا انك تهدى. بس فهميني شغله وحده، كيف الك قلب ما تشوفي ابنك قبل ما ينام؟ يعني ليش تنيمه على بكير؟ يا تكرم عينك، بكره بخليه سهران لتيجي، بس في مجال تتصلي فينا قبل بساعه مشان تشوفينا اذا بدنا شيء من السوق؟ احسن ما ننزلك مره ثانيه، لانه شو ما عجبك الأكل؟ ماني جوعان. لازم تاكلي وتنامي بكير، بكره جاي الأستاذ سامح. مين الأستاذ سامح؟ أيمن فيك تكمل معروفك وتعملنا كاسة شاي طيبة بعد الأكلات الطيبين اللي عملت لنا إياهم؟ تكرم عينك عمي، بس بدي أتأخر شوي لأنه عندي كم تليفون من علاقة بالشغل، ما لحقت أعمله وأنا عم أحضر العشاء. إيه خد وقتك. بابا اسمعيني وافهمي علي كثير منيح شو بدي أقول لك. بابا من شان الله، بعرف كثير منيح شو بدك تقلي، بس هي طبيعة شغلي. أيمن ما عم يستوعب هالشي، ما عم يفهم. أيمن ما بقى فيه يستوعب هذا الشي. إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع، لا تغلطي غلطي وتبدي شغلك على بيتك. يا بابا. لك يا بابا، أنت نسياني أنك أم، أنك زوجة، والأولوية لبيتك قبل شغلك. بس يا بابا هاد مستقبلي كمان. مستقبلك على عيني وراسي، بس كوني ذكية شوي ووازني بين بيتك وبين شغلك. اللحظة اللي بتروح من حياتنا ما بترجع. نصيحة أخيرة، لا توصلي بحياتك لمرحلة ما ينفعك فيها الندم. لك يا بابا، أيمن شاب كويس بيحبك كثير، وهو شاب قبضاي. الله يرضى عليكي. هلأ بس روح عادي أنت وياه وهدوا الأمور بيناتكم. خلص بابا خلص، حاضر، ما تاكل هم، ما بصير إلا مثل ما بدك. لك يا بابا مو مثل ما بدي، مثل ما بدها حياتكم. خلص بابا خلص، حاضر حاضر، ما تقلق، وصلت الرسالة، وصلت أبو وفاء. المهم هلا ليش طول النهار ما عم ترد علي؟ خير صاير معك شيء؟ هلا شيلنا من هالقصة هي، شو صار موضوع الترخيص؟ الترخيص هو وفاء
هذا الموضوع بالذات ما خرج وكل فيه أي محامي تاني. حقك علي بابا. أنا بكرة رايح أزور أمك، ما بتروحي معي؟ صارك زمان ما زرتيها. بابا معلش بس بكرة تعذرني لأنه بكرة عندي نزلة ضرورية بكير على قصر العدلي. برجع بذكرك لا توصلي بحياتك لمرحلة ما عاد ينفعك فيها الندم. سلمي لي على أيمن، بيحبك بيحبك يا هبلة. أخ هلا تعال عندي. تفضل. خذي ملف على الدائرة القانونية وبعثيه للأستاذ أحمد. حاضر أستاذ، لازمك شيء ثاني؟ لا سلامتك. خير في شيء؟ بصراحة إيه. قولي لي. حابة أعزمك على الغداء إذا ما عندك شيء. لا مشغول. أكيد الشغل مو بالبيت. امبارح سمعتك عم تحكي مع المدام. ليك أنت كيف تسمحي لحالك إنك؟ أستاذ أنت صوتك كان عالي. مهما كان ما بيصير إنك. أستاذ لا تكبر الموضوع. كل ما هنالك إني عزمتك على الغداء وحقك تقبل أو ما تقبل. عن إذنك.
كلي هي قبل ما تبرد. اساسا انا ماني جوعانة. صحتين وهلا. جدو تعال كل حبيبي تعال. طيبين؟ عفراء سوي فنجان قهوة. عليك كمان. لا بتخلصي اكل بعدين بتشربي قهوة. جدو روح العب مع رنا. هلا بس تخلصي اكل رح اقرا لك الرواية. هذا الولد ثقيل كثير، ضوجني، ابقى تجيبه معك. خلص ما بعرف شو. شو كنت عم تقول؟ هيك لك كذاب، كان تارك شغله وقاعد عم يتسلى. زاهر ما بتحكي لا اسمح لك. لا تواخذني يا بيك، لا تواخذني، بس كذبه جبرني احكي. واللي قهرني اكثر انه واحد من عمالي مثل هاد عم يتطاول علي. عمالك؟ سامحني يا بيك، سامحني، والله مو القصد. احنا كلنا عمال عند جنابك. يا بيك اسمح لي اقول هالكلمتين. انا بعمري ما سكت عن حقي، واللي بده يغلط معي ما مرق له اياها لو مين ما كان يكون. بدك تقصر بشغلك، بدك تتحمل النتيجه، وبدك تسكت غصبا عنك. انا ما رح رد عليك لاني واقف في حضره البيك. يا بيك فيك تروح. شو كان اسمك؟ سهيل يا بيك. ما بدي مشاكل يا سهيل. تأمر يا بيك. قلت لي عمالك توبي. شبك؟ ريان؟ مين هاد؟ ليش هيك منظره؟ لك شو بدك من وهاد وليش هيك منظره؟ انت وينك لهلا؟ ليش تأخرتي؟ البيك سأل عنك 100 مرة. شو بده؟ لك شو بده؟ انت بتعرفي شو بده؟ لك شو؟ إذا مفكر حالك إنك بهالأسلوب اللي عم تتعامل فيه مع هالناس بتعمل لحالك قدر وقيمة بتكون غلطان. شايف هدول الناس؟ أنت لولاهم ولا شيء، ولا لك هون. حط هالكلمتين براسك وعرف كيف بدك تتصرف. كل الناس عم تشتكي منك. بهالأسبوع الأخير لحاله صرت عامل لي مشكلتين، اعتبرهم الأخيرات. بوس ايدك يا بيك، بوس ايدك، بوعدك ما عاد تتكرر اخر مره. دخيلك يا سنخن، دخيلك احكي شو قول. رجعنا لنفس القصه، خلاص قليله وما بدي. شلون ما بدك؟ انت عارفانه شو عم تحكي؟
فريال يا حبيبتي اسمعي فريال، إذا سألك عني بتقلي له نمت، إيه؟ لك شو نمتي؟ ولقلك قلي له لسه ما إجيت ما إجيت. لك شو ما جيتي يا ست سلمى؟ ليكني ها لسه ما إجيت يا فريال. حاضر حاضر يا بيك، يلا إجيت إجيت يا فريال. أمرك أمرك يا بيك. إجيت سلمى؟ لا إجيت إجيت يا بيك إجيت. خبرتيها مشان العشاء؟ هلا طالعة خبرت كرم. بتفهميها كيف بدها تتصرف؟ حاضر حاضر يا بيك. أقول لهم يحضروا الغداء؟ لا، روحي اعملي يلي قلت لك عليه. إيه حاضر يا بيك، أمرك. عن إذنك عن إذنك يا بيك. عم تفهم علي أبو محمد؟ بتخلي عينك عليه وين ما راح وين ما إجا، وإذا عطس بدي أعرف. عم تفهم؟ بأمرك يا أبيك. يلا شوف شغلك يا محمد. زينة حبيبتي حركي لي حالك شوي، يعني والله ما بصير، حاولي تقنعيها. لك هذا قاسم بيك، قاسم بيك مو مين من كان. غسان ما خليت طريقة ولا أسلوب، ما بدي إياه. ما بدي إياه؟ لا حبيبتي مو على كيفها، سلمى صغيرة وما بتعرف مصلحة حالها. غسان أنا ما فيني أجبرها على هيك شيء، هذا زواج، كيف بدي إلا تعيش طول عمرها مع واحد ما لم تقبلته؟ ما بتتقبله. لك بعدين شو ناقصه؟ بتعرف إنه كبارية العيال راكدة وراه لحتى تصاهره؟ قال مو متقبلته قال. طيب شو ساوي هلا؟ بتضلك وراها لحتى تقنعيها. زينة حبيبتي سلمى مثل أختي الصغيرة، وصدقيني لو مو خايف على مصلحتها ما كنت فتت بهذا الموضوع من أساسه. بعرف حبيبي بعرف. خلص أنا رح ضل وراها وحاول أقنعها. يا عيني عليك. يلا قوموا هلا جهزوا حالكم مشان ما نتأخر على العشاء. يلا تعا ماما. هل مو متقبلته قال؟ لك بري ضايع عليكي، مرقي لي هاليوم بس. عم بقول لك ما بدي ما بدي. شو القصة بالغصب يعني؟ ما كنا نعرف نخلص من هالقصة؟ سلمى شو هذا اللي ما بدك اياه؟ ولا شيء ولا شيء يا بيك ولا شيء. بلا بابا في شيء. اليوم ما بدي اتعشى مع قاسم لانه ما بدي اياه. حضرتك بتعرف كثير منيح رأيي بالموضوع. سلمى لاخر مره بتقلي لي ادب وبتحكي معي بهالطريقه. هذا الشيء انا اللي بقرره مو انت. مفهوم 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 مفهوم. عم تسمعي عم تسمعي رشيد بيك شو عم يقول لك؟ خلص يا رشيد بيك مفهوم، وما بيكون غير اللي بتأمره. تكرم عينك انت، بس طول بالك شوي. راح طول بالي. من هون للمساء بتكوني جاهزه للعشاء، ولا تخجلينا قدام البيك. سمعتي؟ بس يا بابا. سمعتي 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 رشيد بيك شو عم يقول لك؟ سمعت سمعت يا رشيد بيك. خلص انت ما بتكون غير رضيان ولا يهمك. حبيبتي برحمة أمك مرقي لنا هالليلة على خير. لك عم أقول لك برحمة أمك. شو بكي؟ لك هذا الكلب بتطول عليه وبدك ياني اسكت له؟ لا حبيبي بكره بننبسط كثير، بس يقلعونا من هون انك ما سكتت له. اسمعني منيح، لما تحني ظهرك مره واحده بس رح يركبوك الكل، وبعدين رح تلاقي راسك مدفون بالطاب طول حياتك. امي احكي لك شي كلمه، مالك سمعان شو عم بيحكي البيك؟ الله يرحم ابوك، انت طالع له رجال تقبرني رجال، بحياته ما سكت عن حقه، ولا حدا قدر يعلم عليه. اصلا هذا اللي باخده منك ومن ابن اخوك، مفكرين حالكم اصحابين الملك. تقبرني عمتي؟
برضاي عليك، هدي شوي، حاكم زاهر ابن حرام كثير. ها انت بتأمري عبدي؟ تقبرني تقبرني، قوم راضي بكلمتين. هو خايف علينا من زاهر ليقوم يحط حطاتنا كمان. بتأمري؟ قوم تقبرني قوم. الله يكللك بالرضا يا رب ويرزقك كيف ما اتجهت. الله يصلح حالك يا عمر، الله يصلح حالك. فبتتخيلوا انه المربين بيشتروا الخيل الاسود لهذا السبب؟ مو معقول، مو معقول يا قاسم بيك، قد ايه دمك خفيف وروحك مرحه. معك حق غسان، معك حق. قاسم بيك عقل راجح وروح مرحه. اشكرك رشيد بيك، هي شهاده بعتز فيها الحقيقه. مو بس هيك، تفضل. شكرا. قاسم بيك مخ تجاري مميز. بتعرف انه اشترى قطعه الارض اللي جنبي لحتى يعمل عليها مشروع تربيه خيول وتسمين عجول؟ عظيم عظيم، مبروك قاسم بيك. الله يبارك فيك، انا الحقيقه كنت طمعان بالجار اكثر. شكرا رشيد بيك. وكمان رح يعتمد بتنفيذ المشروع على خبرته ودراسته برا. عظيم عظيم جدا. الحقيقة بما انه كنا عم نحكي على عجول، تذكرت هالأحادثة صارت معي بإسبانيا. عن إذنكم. صحيح قاسم بيك، كنت عم تحكي لنا عن العجول بإسبانيا. العجول، إيه صحيح. عن جد انت مو طبيعية ابدا. مزبوط، انا بيناتكم اكيد مالي طبيعية. لك كيف تقومي هيك؟ دا نفسي ما بقى فيه يتحمل منه ولا كلمة تانية. يلا امشي فوتي معي، حاجة ولدني بقى، ابوكي متضايق كتير. ما رح فوت. حتى انا الحقيقة مو دائما بحب الحكي بالشغل، يعني بضوج وبدي اخلاقي وبمل ومو دائما بتقبله. بهي انا معك، ما في أبشع من إنه الإنسان ينجبر يسمع أو يعمل شيء هو من الأساس مو متقبله. عن إذنكم. معلش طول بالك عليها شوي، هي بعدها صغيرة ولها تصرفات شوي مولدنة. ولا يهمك. تفضل تفضل. تفضل تفضل يا عفوا. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.